ربما الناس ما كتعرفش على السياحة السيراميكيات كيف كنعرف عليه أنايا بحكم الاحتكاك ديالي معه. فإذا كنت كنتعلم منه شي حاجة فهو تعب بصراحة بصراحة، تعلمت منه بزاف ديال الحوايج. وأهم حاجة تعلمت منه غنهضر، ما غنهضرش على الميدان الفني لأن هادشي كلشي كيعرفو. أهم حاجة تعلمت منه هي التواضع، واخا هي التواضع، كيف كيقولوا اليابانيين المسمار طالع كتضرب المطرقة، فهمتي؟ حسن ميكيت انسان متواضع، وهذا الشيء اللي خلاه ربما محبوب عند الناس. الحمد لله، يعني هذا الشيء بالنسبه لي يمكن يفرحني من واحد الناحيه. وكنشكر كاع جميع الناس اللي يعني قالوا كلمه طيبه في حق حسن ميكيت، في حق الابن ديالو. هذا الابن ديالي منصور بغير اللي باش اللي يمكن عنده شك في هذه القضيه هذه يكون هاني من هذه الناحيه. الحمد لله عندي وليداتي، الحمد لله ما عنديش مشكل. الله يجعل فيه البركه، ونبغي لوليدات المغاربه كاملين نعتبرهم كوليداتي، لانني انا فنان والفنان يحمل رساله نبيله هي انه يسعى لصالح الجميع، صالح الانسان، صالح الوطن ديالو، صالح الدين ديالو، صالح البلاد ديالو. يعني لا ما كنتش كنسعى ليها بمعنى وكنحاول نسعى غير للخير ديال ولدي، فانا لست بفنان. حاليا انا كنرسم تجريدي، كنرسم لابستري، واستاذ باحث في التنشيط الثقافي والابداع الفني في كليه علوم التربيه بالرباط. و اون باراليل انا استاذ ديال المسرح. سي با لاج كي في لا مونتاليتي، واخا مي سي لا مونتاليتي كي في لاج، واخا راه ممكن تلقى واحد كبير بزاف وعقله باقي صغير، تلقى واحد صغير وعقله كبير شويه. انا نعطيك واحد المثال. انا ما كنت فاهمش مع بون ماشي ما كنت فاهمش، مي كنلقى راحتي اكثر مع الناس اللي كبر مني. فمثلا انا في الصف ديالي دابا في الماستر، الاساتذه كاملين تبارك الله ما شاء الله، راه كاين اللي مفاوت ثانويه ب 20 سنه. انا اصغر واحد في القسم. بالمناسبه كنبلغوا لهم كاملين التحيه، والدكاتره ديالنا تبارك الله عليهم كاملين. فعندي بهم علاقه حسن ما عندي علاقه بالفوج ديال الطلبه اللي هما نورمالمون هما اللي في التقاده ديالي. الحمد لله، يعني يمكن نقول لكم بكل صراحه انه عنده واحد القاعده، هذه يعني لن اشهد بان ولكن اشهدها غيري، وكذلك ما درسه هو ما يعني عرفه من تكوين في مساره الدراسي، وكذلك حتى على الهامش ديال الدراسه ديالو انه كنا كيف سبقت قلت لكم انه كان دائما يسعى الى ولوج دورات في التكوين، يعني ما له عقل المسرح، كذلك انه ينشط على مستوى التوجيه وكذلك الكوتشينج بالنسبه لبعض الفئات العمريه. هو مسألة ما أريد أن أركز عليه هو أنه القبول من عند الله سبحانه وتعالى، ما بغيش نأثر عليه. إلا عاونته بما كنأثر عليه أو ربما أنا كنستغل الاسم ديالي، حتى مثلا هاد الشيء اللي وقع، مثلا هاد اللي وقع في شبكة التواصل الاجتماعي جات بواحد تلقائية لم نكن ننتظرها بتاتا، لم نكن ننتظرها ولم نسعى اليها، بحيث انه كنا في الطريق خدا سيلفي هكا تلقائي عفوي، واذا به كنسمعوا انه كاين خلق هاد الصوره هذه، خلق هاد الشيء ما كانش منتظر بتاتا، وانا لم اسعى اليه وهو ايضا لم يسعى اليه. اذا حتى الطريق اللي كنا فيه، احنا كنا بصدد تقديم تعزيه لواحد الصديق عزيز في وفاه الوالده ديالو الله يرحمها، هذا بما حتى ما كناش مستعدين، لا من حيث اللباس ولا من حيث الزمن ولا من حيث المكان ولا من حيث الظروف، يعني كناش مستعدين، ولكن الامور جات تلقائيه الحمد لله. هذا لا يعني انه هذا الشيء راه غادي يصنع منه نجم ولا انه يستحق ان يكون نجما، انا اريد ان يكون نجما عن جداره واستحقاق. كيف قلتي انا غادي نزكي كلامك، حسن ميكيت حسن ميكيت كيبقى حسن ميكيت بالجمهور ديالو، بالقيمه ديالو، بالمكانه ديالو، بالوقع ديالو. الا كان غيكون داني عبد الرحمن ميكيت في المسرح او في التمثيل بصفه عامه، ايه غيكون عندي بيان سور توجهات اخرى، لان الاب ديالي واخا هو ممثل مسرحي، يعني هو على تخصص ديالو فنون دراميه، ولكن تخذات عليه انه كوميدي،
فهمتي. انا ما بغيتش نطيح في هذه القضيه، انا بغيت الا كنت غادي ندير المسرح ولا نلعب اي دور ما عنديش مشكل. حاليا راني كنحمل البطاقه ديال فنان متخصص في الفنون الدراميه، يعني بامكاني انني نمثل، غير هو كنت كنتسنى المهم جو مي فوكاليز دابا ولا بلوتو جو مي كونسونتر على القرايه باش اما يكون عندي واحد المستوى معرفي في الفن. التجربة الحمد لله كانت، وكان عندي عديد ديال التجارب، عديد من التجارب. راني بديت في سن ديال 8 سنين في عائلة سمير بوحل الجزء الثاني، وعملت مسرحيات و ميم طون كنت كندير دي ستاج ديال ليكليراج في المسرح الوطني محمد الخامس. عملت مع فرق فيما هو مساعدة الإخراج وهذا، فكنحاول أموا نجمع واحد شوية ديال الخبرة، كيف كنقولوا كندخلوا شوية الحرفة. فباش نجاوبك على سؤالك، مرحبا، بالعكس غيكون لي شرف أنني نشتغل مع مخرجين، وكنظن الله أعلم كنظن أنني مستعد. مثل كل امهات طبعا، كاين شي ام اللي كتبغي شي حاجه ناقصه لولادها، يعني غادي تنتمنى ليه يكون احسن مني ومن بابا، ويكون واحد المكانه عاليه ان شاء الله يا ربي. كنبغي ولدي انه يقتنع به الناس قبل ما اقتنع به انا. انا مقتنع به من ناحية، انا ادعمه معنويا، هو كيعرف هذه القضيه وبمثابه صديق عندي، وكنتصارحوا وكنتكلموا في مجموعه الاشياء، وكنناقشوا مجموعه الاشياء ربما كنتكلموا فيها يعني بدون حراج، وكان الحمد لله كنستطيعوا اننا نتوصلوا لبعض. ما تختلفوا هو عنده بطبيعه الحال، لانه كاين اختلاف في العمر بطبيعه الحال، اختلاف في السنوات واختلاف في الاجيال، ولكن هذا لا يمنع اننا نصل الى قناه للتواصل، واننا نتحاور ونتشارك يعني الرؤى من اجل لما فيه الصالح العام. هو ايضا ناقد بالنسبه لي انا في الاعمال ديالي، لا يرحموني، وكذلك فانا ناقد له لا ارحمه. بخصوص الصوره اللي تلاحت في انستغرام وفيسبوك والان حتى في يوتيوب، الناس اللي تفاعلوا معها كنشكرهم بزاف 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 بزاف، وربي يخليكم والله يحفظكم والله يكبر بكم. والحب راه متبادل. وبخصوص غير بين قوسين، بخصوص الإشاعة اللي دارت عليا هذه نهار ولا يومين انني خاطب، فانا ما خاطبش، وواحد النهار ان شاء الله ربما، وتبارك الله عليكم.